يعني اهلا وسهلا بيكم. واللايف المفاجئ، يا بيبقى بدري يا يبقى متاخر، المهم ان احنا بنعمل لايف يوم الخميس يوم الجمعه، تنتظروا معانا. في البدايه يعني عامله البث دوت بناء على طلب من احد الزوجات، وهم زوجات يعني حديث العهد بالدنيا والخبره. يعني خلينا في البداية نتكلم ونقول ان المشكلة اللي هحكي لكم عليها النهاردة مشكلة صعبة ومشكلة ابكتني، وانا هدعو الله سبحانه وتعالى ان انا هتمسك نفسي وانا يعني بحكيها، واسمعوا معي. تقول تزوجت زواج كان زوج مناسب وزي الفل، وكل توافق عليه واهلي موافقين عليه، وبعدين حصل بعد كده ان احنا تزوجنا والامور مشيت ميسرة، وانا كنت حباه جدا وحبيته اكتر بعد الزواج، وفضلت معاه وجابت منه اولاد وهكذا. تقول ابتديت افقد يعني الكلام معاه، ابتدى كلامه قليل، وهو اصلا كلامه من قبل كده قليل بس قل اكتر، ما بقاش يتكلم معايا، لما اجي اكلمه في موضوع ما يردش عليا، مشغول دايما يا بشغله يا باهله يا باصحابه يا بالموبايل. بتقول يعني اخر 5 سنين كنت في جحيم حقيقي، عايشة لوحدي، بربي لوحدي، باكل لوحدي، بقدم له حتى الحاجة ما بيتكلمش ما بيقولش ما بي... معرفش عنه حاجة. فبتقول يعني ان احنا اهالينا مربينا لا، وموضوع الطلاق لا، وصعب جدا موضوع الطلاق وكذا، لكن انا يعني فكرت فيه بسبب ان انا لوحدي، واما اجي اتكلم يعني ما يهتمش للكلام اللي انا بقوله. فابتديت اشغل نفسي بحاجات تانية، انا مش هعمل حاجة حرام ولا كلام ده، وخيار ان هي تتطلق او ان هي تسيب البيت بتقول مش مطروح في عائلتنا، واهلي ضد الكلام ده تماما، وفي ايه يعني ما ده مكفيكي وعامل بيت وكذا. ايوه يا امي بس انا مش حاسه معاه بحياه، ايوه بس انا مش حاسه معاه براحه، انا مش حاسه معاه، مفيش ما بيسمعوش الكلام ده. لحد لما قررت ان هي يعني تدرس في موضوع التربيه بتاعت الاطفال، وخدت المراحل بتاعت التربيه، وقدمت بالفعل على دبلومه وماجستير والكلام ده، واتفتح لها ابواب كتيره جدا جدا. واليوم اللي خدت فيه الدكتوراه في التربيه قررت ان هي تفيد بقيه الامهات بخبراتها والكلام ده، عمل تطوع يعني، لحد ما ربنا سبحان الله فتح لها مجال في مدرسه انترناشونال، هي طبعا معاها لغه، فابتدت ان هي توظف الكلام اللي هي عرفته من اللغه العربيه هي، وربنا فتح بيها باب رزق كبير. تقول حتى هما بيحاسبوني بالدولار ما بيحاسبونيش بالعملة العادية يعني. بتقول وده شغلت نفسي، أولادي بقى في مرحلة استقرار تعليمي معين وأنا شغلت نفسي بالأمر ده. بس أنا بتصل بيك يا دكتورة واسمعوا معايا بقى، لأن من أول كلامها هنا كان بكاء شديد، بكاء يعني أنا مش عايزة أقول لكم الأمر يعني أثر فيها، مش عشان بكاء أنا بسمع بكاء الزوجات والبنات لكن هي أثر فيها لأن هي مش مصدقة نفسها. هو بتقول أفقدها ثقة في نفسها لدرجة إن هي مش مصدقة إن كلامها محل ترحيب، إن بتقول لي يعني فوجئت إن أنا بقول حاجة فالناس بتضحك على الكلام اللي أنا بقوله، وبحاول يعني بتقول طرفة من الطرف يعني في خلال وهي في شغلها، فالناس ضحكت وفرحانه باللي هي بتقوله، فبكت. قلت لها طب يعني ايه اللي يبكيكي؟ قالت لي عمره ما ضحك على كلمه قلتها، بل بالعكس كان بيسخر دايما مني ويهزق مني ويقلل مني، وتعيط وتقول انا طلع كلامي حلو، طلع كلامي عادي ممكن يضحك الناس، طلع كلامي يفيد الناس، انا بعرف اتكلم، انا بعرف اما ابقى في مكان يبقى في حوار وبعرف ارد، انا لقيت نفسي بعرف كذا. انا في مجلس الاباء قبل الامر ده ما كنت اقول ده مجلس الاباء عشان بس الاولاد وهم يعني بقول فعلا افكار، فعشان كده يعني بيسمعوا لي ومتضررين لان انا ولية امر ولازم يسمعوني. لكن لما لقيت ان في اريحيه في
في كلامها وفي انطلاقة، ولقيت ان الناس شايفاها حد ذو قيمة وحد كذا، رجعت ثقتها في نفسها تاني. قعدت تبكي تبكي تبكي، قالت لي الآن أنا هطلب الانفصال، مش علشان هو صامت وأنا معرفش عنه حاجة، لا علشان هو كان بيهد فيا، هو كان مش شايفني وما زال، هو عمره ما قال لي، ده كان بيسخر حتى من الكلام اللي أنا كنت بقوله، وكان يعني كأنه بيستصغر الأمر دوت، وكأن الأمر ده بالنسبة له حاجة سيئة وحاجة مقززة، لدرجة ان انا قلت لا يعني بلاش ازيد واعمل في الامور دي معاه. وبتبكي بتقول لي دي دموع الفرح، انا فرحانة ان انا اكتشفت نفسي وكذا. طبعا يعني انا ما نصحتهاش بالطلاق مع ان انا قعدت اعيط معاها، لا اللي يعيط اقعد اعيط جنبه، لكن انا طلبت ان انا اكلمه، وانا بكلمه انا هصدمكم، انا هصدمكم برد فعل الزوج. طبعا كنت متخيله حد الايجو عنده عالي، شايف الناس كلها كتاكيت وانا الفرخه المنفوشه، شايف النساء او نظرته في النساء المراه دي ملهاش قيمه ومكانها كذا وملهاش كذا ورايها يسفه و ما لقيتش كده. وده اللي خلاني ابكي واطلع اقول لكم النموذج ده عشان نخلي بالنا. لقيت انه بيحبها جدا وانه بيقدرها جدا، بس ما بيعرفش يعبر. عارفين الدبه اللي قتلت صاحبها؟ هو الدبه اللي قتلت صاحبها، ومش عارف وانا مش عارف يوصل الحب. لا، وفي كارثه تانية، وبيقول لي ورايها صح، هي لما بتعمل حاجه انا ما بقولهاش لا، هي لما طلبت تدرس وتعمل ما قلتلهاش لا، انا عارف ان رايها صح، وعارف ان انا لو اتكلمت قدامها، وركزوا معايا، وان انا لو اتكلمت قدامها هي هتبقى هبان ان انا اصغر منها وان انا تفكيري اقل منها، فبضطر اصغر. غلط غلط. انت عايز تبهر زوجتك، وعايز زوجتك تحبك، وعايز زوجتك تحطك فوق الدنيا، قدرها، باين لها ان هي ذات القيمه وان رايها راي يؤخذ به، زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ام حفصه، مع السيده حفصه، مع السيده ام سلمه قصدي. ويعني كان النبي، مين ياخد راي امراه؟ النبي عليه الصلاه والسلام في امر امه كلها، وعمل براي زوجته. عايز تخلي زوجتك تحطك فوق راسها وتبقى يعني مقدراك التقدير الكامل، قدرها وحسسها بقيمتها. ما هي فاهمه ايه ده؟ بيكرهني، بيسفه مني، ما هوش عايزني، بيقول عليا، ما بيضحكش على كلامي. وبكت لما سمعت ان كلامها بس حد ابتسم عليه من اولياء الامور او الشغل اللي هي فيه، وهو يقول لك ما اقدرش عشان ما اطلعش. مين اللي قال كده؟ بالعكس، ده الرجوله الحقيقيه ان هي تحس بالامان في حضنك، ان هي تحس بالتقدير في حضنك، ان يبقى مصدر التشجيع والتحفيز هو زوجها. شوفوا ايه عدم التعبير عن المشاعر وقلب المشاعر، كأن ده ضد الرجولة، بوظ الزواج. عشان ارجع لها ووجه لها اقول له ده انت دلوقتي هي طالبة طلاق وناهية وسايبة البيت وكذا وخلاص، وانت هنا يا وصل لها الصورة دي، قلت له اسمح لي اوصل لها الامر ده، بس انا طالبة طلب ان انت، ما انا ما اقعدش اصلح واخرب الدنيا، بس خلي بالكم من القصه دي، ان انت تقول الكلام اللي انت قلته لي ده وتعترف بيه، ويتبني عليه عمل ان هي لما ترجع تعاملها بواحد اتنين تلاته. قال لي حاضر. ده ما كانش متوقع خالص. ما رحت اكلمها، قالت لي لا انت بتقولي لي كده علشان انا عارفاك انت ضد الطلاق، وانا عارفاك ان انت اسلاميه. وقلت لها لا لا والله انا مش هخدعك والله، وانا اصدقك القول، انا مش هخدعك وكذا وكذا. ما هيش مصدقه. طب ده هو بيقول كده يمكن عشان ارجع وبعدين يذل. قلت لها والله ابدا، هو مش بيعرف يعبر، مش بيعرف يقول، فبيطص الدنيا عشان ما يبانش بموقف ضعف او كذا. وانت موضع تهديد له؟ هي كانت موضع تهديد له بحصافتها وبحلمها وبذكائها وبحبها وحافظتها على البيت وكذا وكذا، وخدت بديل تطلع فيه طاقتها. والله والله والله
لو عرفنا بس نعرفنا نقول ونعمل. احنا ممكن يعمل بحب، ما بتقولش بحبك، قول بحبك، قول انت ست الكل عندي، قول لي انت يا ام العيال يا اللي فوق راسي، قول ده انت كتر خيرك. اتعودوا يا جماعه، يا رجاله اتعود يا ابن الله يصلح حالك، المقبلين والشباب اتعود وتعلم واسمع من امك هاله وخالتك هاله، اسمع مني انا اكبر منك، اسمع خد الخبره. قول لها، قول لها انا بحبك، وانت في عيني مقدره، وانت في عيني وانت في راسي كذا، وانت كتر خيرك، والموقف الفلاني موقف الفلاني. قول ليه 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 ناخد منحة؟ ليه ناخد منحة؟ ما اقدرش اقول، اصل هينقص، مش هينقص منك، ده انت تكسبها وتبقى حطاك جوه عينيها وتقفل عليك برموشها كمان. لكن ان احنا ما نعرفش، احنا عندنا، او انا بقول دايما في كل حلقاتي ومحاضراتي، احنا عندنا مشكلة في التعبير عن المشاعر. يعني ايه؟ خلينا معترفين بحاجة زي كده، احنا عندنا مشكلة حقيقية في التعبير عن المشاعر. المشكلة في تعبيرنا عن المشاعر، لا بنعرف نقول بحبك، ولا بنعرف نقول احنا خايفين عليكي، ولا بنعرف نقول وحشتيني، ولا ما بنعرفش، وخصوصا في الامور اللي خاصة بالمشاعر والحب والعلاقات. الا اذا بقى قبل الجواز تبص تلاقيه عامل دونجوان، هو قبل الجواز ولا فترة الخطوبة، بعد الجواز ما تفهميش، خياطه لا اتكلم لا اتكلم، ليه يا ابن الحلال الله يصلح حالك ما بيتكلموش. لكن لو ما قال، طيب تعالوا ما اوصلكوا بقى الموقف اللي خلاني ابكي، وهي قاعده وهو بيقول الكلام، وانا بقول زوجك قال كذا، وكان رد فعله كذا، وهو شاهد اهو، تبقى معاكي على الكلام واسمعي كلامي وانا صادقه معاكي ما بكذبش، وهو قاعد بيسمع. قلت له قول. فقال لها هي صح اللي هي بتقول. قلت له لا، ما فيش حاجه اسمها هي صح اللي هي بتقول، انت قول وعبر بلسان خليها تسمعك. فلما ابتدى يتكلم ايه بقت سامعاه، والله انا بقول لولا بس الامر ده، انا عايزاكي تصوري الفيديو ده وتخليه معاكي، وشوفي منظر شكل الزوجة وهي مسبهلة، مش مصدقة، وتعيط وتبكي وتعيط على قصة انه بيقول لها كلام وبيمدحها وانت كذا، وانا عارف ورأيك سليم وفي المواقف، وانا بسيب لك الامور وكذا، مش معنى بتكلم، لا بالعكس، ما السكوت معنى الرضا، السكوت معنى الرضا يا ابني للبنات مش للزوج، السكوت ماشي علامة، لكن انت مطالب ان انت تعبر عن اللي جواك، وحقك عليا، وانا ان شاء الله الدكتورة فهمتني مش عارفة ايه وكذا، وامن يبص راسها وايديها، بكت او توطت عليه تبص ايده هي كمان، هي مساكين كانوا قدامي حاجة مسكينة تماما. طبعا مش عايزة اقول لكم بقى تدخلات الاهل من هنا ومن هنا، وده عمال يقوم وده عمال، سبتهم بعدتهم، ما سبتهم الاثنين بعيد على الاهل، امشوا شوفوا دي كله يروح بيته، خلينا اقعدوا هنا وده يقعد هنا ونتكلموا، ونتكلم انت تتكلم وانا اتكلم، ونشوف لما هم يبقوا مع بعض الدنيا بتاعهم بكم. ويعني مش عايزة اقول لكم كانت الدنيا ازاي، وده يطبطب عليها وده كده، حطينا طبعا اسس واتفاقات، يعني نتابع على الاقل كل 6 اسابيع يتعمل في كل اسبوع حاجه، ونرجع ندم ونحط حاجات تانية وهكذا. انا بكيت لاني كان ممكن بيتي يتهد، وده بيحب ده وده بيحب، بس مش قايلين لبعض، بس مش معبرين عن بعض، وزوجه فاهمه غلط وهو سابها انها تفهم، او لو كان استجاب لكلام الاهل والسواد اللي بيحصل كانت هتبقى كارثه. طبعا حاجه صراحه اثرت فيا، وفرحت انهم اتصالحوا، وفرحت باكتر، مش انهم اتصالحوا والبيت رجع، انا فرحت اكتر ان هم شافوا بعض لاول مره، عشان خاطر البيت والاولاد بس، لا وعشان مشاعرنا. الست ما بتبقاش حابه تهدم بيت يا جماعه ابدا، والزوجة يعني لآخر لحظة، وعشان كده صدق حديث النبي وكسرها طلاقها، ما بتبقاش عايزة تهدم بيت، ولا بتبقى عايزة تهدم تقول لك بيتي، طب اعمل، طب ارجع، طب كذا، لكن نحاول بس ان احنا نطلع مشاعرنا صح، وان احنا نفهم صح، وانك انت تعبر عن مشاعرك، قول بحبك، قول وحشتيني، قول تسلم ايدك، وانت قولي له كتر خيرك، دخلتك نورت علينا البيت، انت كذا انت كذا، نقول وما نتكسفش، نقول هلا اعلمته، انت جاي تقول انا بحب، اللي بيحب حد يروح يقول له، اللي له حبيب يروح يقول له بحبك
يروح يقول بس يكون حبيب شرعي، يكون زوج يعني، اب اخ عم كده زوج، والزوج اولى انه يبقى يعني يعرف مشاعر زوجته، وان هي تعرف وهي تسمع، وهو يسمع وهي كمان تسمع. طيب ناخد اسئله. رد عليا، رد عليك في ايه يا محمد؟ ماشي. نفسي ايه؟ والله يعني مش شايفه نفسي في حاجه، بس انا مش شايفاها. طب خلينا ناخد سؤال من هنا، اديني شايفاه اكتر. قولوا امي رافضه الزواج، امي رافضه الزواج، هتتجوز ابوكي مات يعني ولا ايه؟ امي رافضه زواجي من عريس بحبه. طيب امك رافضه الزواج من فين فين ابوكي؟ امك رافضه الزواج، ما اكيد كل ام بتبقى عايزه تفرح ببنتها، ركزوا معايا بنات في النقطه دي، كل ام بتبقى عايزه تفرح بنتها. امك وابوكي رافضين الزواج من عريس متقدم، اكيد في شو بتقعدي معاهم واسمعي منهم هم رافضينه ليه. وخلي بالك رجاله العيله بتبقى شايفه ابوكي شايف ايه واخوكي شايف ايه، ما هو شبهنا، مش خلوق، صليت اللسان، بخيل، طماع، طمعان فيكي، العيله مش مناسبه، العيله مش ملتزم، مش دين، ما يتوافقش معاكي، هيأذيكي، ما هو مش ده الراجل في العيله، وخصوصا الاب بيبقى عارف. واي اب واي ام يا بنتي بيبقوا حابين بنتهم، يفرحوا بيها وكذا وبتاع يعني، ويسعدوا بيها ويشوفوها عروسه. فلما يرفضوا اسمع كده، لكن انا بقى الوم على بعض البنات تقول لك ايه، انا هروح اتجوز اصل لا نرى المتحابين مثل النكاح، وده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فانا اروح اتجوزه بره. لا، لا زواج الا بولي، حديث السيده عائشه، الا بولي وشهدي عدل، لازم الولي يكون موجود، لازم ابوك يكون موجود، لان كده نكاحها باطل، فما ينفعش. فتقول لك ايه، لا اصل انا حره، دي حريه، لا غلط غلط، لازم موافقه الاب، لازم موافقه ابوكي على الجواز. اقنعي امك، هاتي العيله، هاتي كذا، شوفي انت كمان، اسمعي، حاولي اقفي مكانهم وشوفي هم رافضين ليه، اكيد شايفين حاجه. واللي ما يسمع كلام الاهالي تربيه الايام والليالي، من فضلكم. ما انتش راضيه تسمعي الكلام ومتعنته في رايك، اشربي وتحملي نتيجه قرارك، بس ده وجع قلب للاهل، لانهم شايفين المستشعر عارفين، وشايفين ده مش مناسب، لا ماديا لا اجتماعيا لا ثقافيا، لا عيله مناسبه، لا دين، لا خلق، ولا الفاظ، وعي طمعان فيكي، ولا ايا كان، غلط غلط. فمن فضلك راعي النقطه ديت، وافهمي كويس القصه ديت علشان ما ترجعيش تندمي تاني. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. معانا ساره، بحبك يا دكتوره. انا اسماء، 16 سنه، اسماء 16 سنه وبتسمعينا، ربنا يبارك فيكي يا اسماء، وركزي في المذاكره يلا، واطلعوا من الاوائل. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. ناخد اختنا هاله، في حبايبنا كتير بتاع مصلحه. والله تمام، خلينا اخد ده هنا كده عشان هو بعيد عني، فخليني اخده اقربه واقرا لكم ال اقرا لكم الحاجه اللي موجوده. عمرها 5 سنوات، وائل، وكتير كتير بتبكي 5 سنوات وفي بكاء. لا يبقى خلي بالك يعني، شوفي هي بكاء ليه؟ حاجه وجعاها، عايزه حاجه. الاول لازم امنع البكاء، ولازم اخليها ان هي تنتبه ليا، وبعد كده ابتدي اتكلم. لما بطلع عياط نتكلم، بطلع عياط نتكلم، بطلع عياط نتكلم. طب عاوزه ايه؟ طب نقول، طب بالراحه، وابتدي اتفاهم معاها. اهم حاجه تبطل البكاء الاول، وما تستجيبيش لطلبها. الاء جمال، ادعي لي ربنا يفك الكرب. حاضر يا الاء، ربنا يفك الكرب يا رب يا الاء عليك النهارده، وينولك ما في ما يحب الله ويرضى. عندنا كيف اقدر اشترك معاكوا على الزوم؟ حبيبتي والله حاضر، انا هخلي ان شاء الله يعني الفريق اللي قايم على الصفحه ان هم يحطوا رابط الزوم. سامحوني، كان النهارده كلهم بنات والله، ورابط الزوم فعلا كان كله بنات النهارده، وكانت هيصه. نتكلم على ارسام بقى والحاجات الجميله دي. ادعي لي ربنا يوفاني ويصلح حالي. ندى محمود، حاضر يا ندى، ربنا يوفقك ويصلح حالك يا رب يا ندى. وائل بيشكرنا على الرد، هي اكيد ام وائل يعني عشان البنت، والله لو كان راجل بيسال على بنته ده يبقى حاجه تحفه جدا. ربنا يكتب لنا الجنه، اللهم امين يا هبه. السلام عليكم يا دكتوره، اسمها ركان. تمام اختي في الله، من يوم ما اتعرفت عليكي فرحت كتير، اتعلمت منك دين وتربيه الاولاد وعملت زوجي. ربنا يحبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. ليه ما حد يسمع البنات؟ ما احنا النهارده كلمنا الرجاله اهو، وقلنا وصايا، ليه بس ما
لا هو الزوم اللي كان للبنات، الزوم كان للبنات بقى، وبنتكلم على العرسان والهيصه بتاعت البنات اللي انتوا عارفينها. لكن اللايف ليه؟ ما انا كلمت الشباب النهارده واديتهم نصيحه، ينوبكم سواء عبروا عن حبكم وقولوا، وما تخلوش ده حاجه نقصان، يعني هو مش نقصان ليكم يعني. ايه يا دكتوره هبه؟ الله ربنا يصلح لك الحال يا رب يا هبه. مين تاني؟ السلام عليكم، ادعي لنا ربنا يصلح حالكم. طيب هند بتقول يا دكتوره كان عندك ابن كبير، طلعت لطلبت من الله ان تكوني يا حبيبتي. عندي انا عندي ولد وثلاث بنات، عايزه اقول لك عندي محمد حامل لكتاب الله، الله سبحانه وتعالى يا ربي يمن عليه ويجعله من العاملين به، اللهم امين. وعندي البنات، عندي يمنى ومريم وشفاء، وانت بنتي من غير حاجه، من غير ما يبقى في حاجه، انتوا بنات. احنا الله سبحانه وتعالى نتجمع كلنا في الفردوس، اللهم امين. عندنا دينا، ادعي لها ادخل طب بشري، وانا بحبك جدا واحقق حلمي وحلم ابي وامي حاليا، ثانويه عامه وفتره صعبه. الله يبارك لك في وقتك ويجعلك يا رب هنوده من اوائل الدنيا والاخره، وتخش طب وتخشي اعلى الدرجات، اللهم امين. ادعي لاخويا يا دكتوره، اخويا اتسجن ظلم، الله يفك اسره، الله يفك اسره واسر كل المظلومين، اللهم امين، عاجلا غير اجل. عايزه اصبح اتكلم بشوش انا. ايه؟ تتكلمي بشويش وان يصبح الناس يحبوني، خليك على طبيعتك وتكلمي بالراحه وتكلمي بشويش عادي، ما تتعودي، كلنا كان صوتنا عالي وبنتعود في الاماكن نوطي صوتنا وهكذا، وخليكي على طبيعتك وحبي الناس وساعدي الناس، احب الناس الى الناس اللي انفعهم للناس، احب الناس الله عز وجل انفعهم للناس، انفع الناس وقدمي نوع من انواع المساعده دوت، وبتكلمي مع ده بحال، ولو عندك حاجه بتدعي لديت بتدعمي دي، وادعو الله سبحانه وتعالى كده، واعملي ما يحبه الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحبك ويحبب فيك ملائكه الارض والسماء، وطوب الارض والسماء. رزقنا الله واياكم حب الله عز وجل، رزقنا الله واياكم الجنه، القاكم ان شاء الله في بس قريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.